وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيدة سمية حداد. أهلا بك سيدة سمية. بداية، 150 مدني ضحية القصف بالكيماوي أمس على دمى، يضافون إلى آلاف جراء قصف النظام للمدنيين بالكيماوي منذ بداية الثورة. ما الإجراءات القانونية والحقوقية التي يمكن بها وقف هذه المجازر المستخدمة فيها الأسلحة المحرمة دوليا برأيك؟ أهلا وسهلا بكم. بما يخص الهجوم الذي حصل يوم أمس في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وهو فعليا كان هجمتين بالغاز السام يوم أمس، للأسف تم توثيقهم من قبلنا على مدينة دوما والمدنيين هناك، أسفرت يعني حتى توثيقاتنا حتى الآن عن مقتل 55 شخصا وإصابة قرابة 860 شخصا، هذا ما تمكننا من توثيقه حتى اللحظة فقط. في هاتين الهجمتين تضيف إلى حصيلة الهجمات التي تم شنها من قبل النظام على الغوطة الشرقية منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير في 24 شباط 2401، أصبح لدينا ثلاث هجمات يشنها النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأصبحت حصيلة الهجمات الإجمالية للنظام السوري حتى الآن على سوريا منذ أول حادثة يتم توثيقها في كانون أول 2012 216 هجوم كيميائي، 70 منها فقط في محافظة دمشق. طيب، الإجراءات المطلوبة حاليا هي اتخاذ خطوات أو قرار حاسم وصارم من قبل الدول التي طيب ما العقبات التي تقف، العقبات القانونية أقصد والسياسية التي تقف أمام وقف هذه المجازر؟ العقبات هي حتى الآن يعني لو تسمح النظام السوري مثلا بدخول بعث التقصي الحقائق التابعة لمنظمة صدر الأسلحة الكيميائية إلى دوما الموجودة، هي فعليا هذه البعثة موجودة فعليا في دمشق، يوجد فريق منها في دمشق، لكن لا يسمح له بالدخول والتحقيق في هذا الموضوع. من الذي لا يسمح؟ النظام أم روسيا؟ النظام وروسيا متفقين متحالفين. يعني أقصد عندما تحدث بهذه النقطة، أقصد من صاحب الكلمة الفصل في هكذا قرارات لمنع أو ليكون عقبة أمام أي محاكمة أو محاسبة قانونية أو سياسية؟ النظام السوري محمي من قبل النظام الروسي، وهذا ما أثبتته الوقائع حتى الآن. مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أي قرار حاسم حتى الآن بالشأن السوري، ولما حين اتخذ القرار 2401 بإجماع الكل لم يتم تطبيقه على الأرض. طيب، هذا ما تظهره جميع المؤشرات للأسف. ما بتنا نطالب في حاليا المجتمع الدولي بإيجاد تحالف إنساني، لأننا بتنا مؤمنين بأن هذا المجلس يتعرض للعرقلة دائما واستخدام الفيتو دائما من قبل روسيا في سبيل حماية النظام السوري من اتخاذ أي خطوات جادة لمحاسبته. طيب، هل تعتقدين أن جهود المجتمع الدولي كافية لوقف هذه المجازر؟ للأسف لا، حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء يوقف هذه المجازر، والدليل ما حصل يوم أمس. نعم، سيدة سمية الحداد رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك.